أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت البسملة آية من كل سورة، إذن هناك 113 مرة، 113 بسملة، لأن سورة التوبة خالية من البسملة، لكن عوضت بسورة النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كاملة، سبحان الله. وإن لم تكن فهي على الأقل من الفاتحة، وإن لم تكن فالرحمن الرحيم مذكور في كتاب الله في مواضع هكذا بالاقتران. وأما الرحمن وحده فمذكور في 55 آية. وأما الرحمة وما اشتق منها فهذه مذكورة أيها الإخوة في 350 موضعا من كتاب الله. أكثر أسماء الله تبارك وتعالى ورودا ودورانا في الكتاب العزيز بعد اسم الله الأعظم الله الرحمن، أكثر اسم ما هو الله طبعا كما قلنا أمس، يليه مباشرة اسم الرحمن 55 مرة، أكثر اسم بعد الله، لكن الله أكثر من ذلك بكثير. ولذلك بسم الله الرحمن مباشرة، الرحمن يلي الله، يعني أول ما وصف به الله هو الرحمة. وهذا صحيح أيها الإخوة. لماذا؟ الرحمة أيها الإخوة أوسع صفاته. ماذا تقول الملائكة؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة، بدأ بالرحمة وعلما، ليس علما ورحمة، رحمة وعلما، أوسع صفات الله الرحمة. والدليل على أنها أوسع صفات المولى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قوله الرحمن على العرش استوى، الله أكبر. لماذا شاء أن يعبر في هذا الموطن بالذات الذي خلق السماوات والأرض منه في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير، أيضا نفس الشيء الرحمن فاسأل به خبير، الرحمن على العرش استوى. يقول العارفون بالله عبر سبحانه وتعالى عن استوائه على أوسع وأعظم مخلوقاته، أعظم جرم خلقه الله وإيش العرش معروف. وفي حديث أبي ذر وغيره لو مدت السماوات السبع أيها الإخوة والأراضون السبع، لو مدت، وهذا يؤكد أنها إيش مطوية، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات، والآن هي مطوية، وهذا له علاقة حتى كما قلنا مرة في درس علمي بمسألة فلكية، مسألة كونية، لأنه قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق، إذن في طي ونشر لكن على محور، وبعدين يعود الطي مرة أخرى على المحور. المهم هذا ممكن يوحي بنظرية علمية خارقة جدا في علم الكونيات. على كل حال، طيب، فالنبي يقول لو مدت، لأنها ليست ممدودة الآن، لكن لو فرضنا أننا مددناها، لو مدت السماوات السبع والأراضون السبع فكانت جميعا هكذا، ما كانت إلى عرش الرحمن إلا كحلقة كخاتم في صحراء في فلا. الله أكبر، شيء مخيف. إذا ما هذا الكائن؟ العرش شيء مخيف، جرم. الجرم هو الجسم وليس الجرم، الجرم هو الجريمة طبعا، الذنب الكبير يسمى الجرم، وأما الجرم هي الجسم يقال عنه جرم. إذا هذا الجرم مهول أيها الإخوة، هائل جدا، مهول الخلقة، أعظم الأجرام هو عرش الرحمن تبارك وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهذه من أعظم الملائكة حملت العرش. ولما خلق الله العرش قال لهذه الملائكة الثمانية احملوه، فما أطاقوه طبعا، حملوا، أخذوا له قوائم العرش طبعا، ومكتوب على قوائم العرش ماذا؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله شوف كم رسول الله له هذا المكان على قوائم عرش الرحمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال احملوه، قالوا يا رب لا نستطيع. قال احملوه، بلى ما خلقتكم إلا لحمله. فحاولوا الثاني فلم يستطيعوا، فحاولوا الثالثة فلم يستطيعوا، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فإذا هو كالريشة بين أيديهم حملوه. شوف الكلمة العظيمة هذه كم، لا حول، كنز. النبي قال أوتيت كنزا، هذه كنز من كنوز الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلتها بيقين تفلق الصخر، تنتصر في أي معركة لو قلتها بيقين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين نفس الشيء، شوف لا حول ولا قوة، وهذه الله نافية للجنس، المسمى إيش؟ بالنافية للجنس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الوجود كله بالله، لا علم إلا بالله، لا وجود إلا بالله، لا حول لا فهم لا كلام لا سمع لا بصر إلا بالله، كله بالله، إنا بك وإليك. فحملوه على كل حال. فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يعبر عن هذا الاستواء على أعظم مخلوقاته، على أعظم جرم وجسم، بماذا؟ بأوسع صفاته، ألا وهي الرحمة، الرحمن، الله أكبر، على العرش استوى. روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لما قضى الله الخلق، وهذا لفظ البخاري، وعند مسلم لما خلق الله الخلق، لما قضى الله أو لما خلق الله الخلق، كتب في كتاب، وفي رواية في كتابه، فهو عنده فوق العرش، سبقت رحمتي غضبي، وفي رواية غلبت رحمتي غضبي. وروى أيضا في الصحيح قال، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: رحمتي تسبق غضبي. الله أكبر. هذا حين إيش؟ حين قضى الخلق كتب هذا في كتاب وهو عنده على العرش، إن رحمتي سبقت أو غلبت أو تسبق غضبي. دائما الرحمة قبل إيه؟ قبل الغضب، لا إله إلا هو. هذه أوسع صفات الرحمن، أوسع أي صفات الله. ولذلك أيها الإخوة، اسم الرحمن لا إله إلا هو اسم خاص، وهو من أخص الأسماء. طبعا اسم الله بلا شك هو الأخص مطلقا، ولذلك إيش؟ هل تعلم له سمية؟ لا يتسمى به إيش؟ إلا الله. وأما اسم الرحمن فهو من أخص الأسماء بعد إيه؟ بعد اسم الله تبارك وتعالى، أخصها في التسمية وأعمها في الأثر. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ وهذا الكلام ليس لي، هذا للإمام الجليل جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه، من أمة أهل البيت، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن حسين ابن علي ابن علي ابن فاطمة عليهم السلام أجمعين. فجعفر الصادق يقول: الرحمن أخص الأسماء وأعمها أثرا، والرحيم أعمها إيه؟ أعمها في الاسم وأخصها في الأثر. وهذا مهم جدا لنا في بحثنا اليوم، لكي نفهم الفرق بين الرحمن والرحيم، وهل هما مترادفان كما ظن الإمام السيوطي وغلط في ذلك بالأمرية. السيوطي قدس الله سره وتبعه على ذلك الإمام الصبان رحمة الله تعالى عليهما، ظن أن الرحمن يرادف الرحيم وأن الرحيم هو، وهذا غير صحيح. وكما قال الإمام محمد عبد، هذه زلة لا يقال إلا إيه أو لا يسأل إلى صاحبها إلا المغفرة. زلة كبيرة، إيش تكرار بهذه الطريقة؟ ما في تكرار، مستحيل. الرحمن يختلف عن الرحيم، في فرق، وإن كان أصل الاشتقاق واحدة، وإن كان أصل الاشتقاق واحدة، وهذا الفرق سنخوض فيه بعيد قليل إن شاء الله تعالى. فالرحمن أخص الأسماء. ما معنى أخص الأسماء أو من أخص الأسماء؟ لا يتسمى بها أيضا إيش؟ أحد غير الله. ولذلك أيها الإخوة، التعريف فيه أيضا لازم. الرحمن الذي هو الله، أبدا ليس غيره. ولذلك لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى بغير التعريف، دائما الرحمن. لكن الرحيم ورد إيش؟ وكان بهم إيه؟ وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ورد. لكن الرحمن حيثما ورد في الكتاب العزيز بأل التعريف باستمرار، ما في رحمن، دائما الرحمن الرحمن. مفهوم لماذا؟ لأنه اسم خاص بالله تبارك وتعالى. ولما انبعث المجنون الكذاب في كذبه مسيلمة لعنة الله تعالى عليه وجسر، فسمى نفسه بالرحمن، رحمن اليمامة، قرع رأسه، وإلى اليوم وإلى يوم يقوم الناس لرب العالمين لقب الكذاب، فصار يدعى أبدا مسيلمة الكذاب. طبعا هو ليس مسيلمة، دائما ونبه عليها،
قال احد مشايخ الاسلام من قال مسيلمه فهو اكذب منه. مش صحيح هذا، هو اسمه مسيلمه الكذاب. مسيلمه الكذاب، حين اقول مسيلمه الكذاب مش الرحمن الكذاب. ما فيش، صعب صعب ان هذا الاسم يليق باي احد، لا يليق الا بالله تبارك وتعالى. طيب، ما الفرق ايها الاخوه بين الرحمن والرحيم؟ عرفنا مبدئيا انهما ليسا مترادفين كما ظن السيوطي والصبان رضي الله تعالى عنهما. اذا ما الفرق بينهما؟ ايهما ابلغ، رحمن او رحيم؟ اكثر العلماء على ان الرحمن ابلغ من الرحيم، اوسع واشمل وابلغ، واحتجوا بحجج كثيره، منها ان بناءه اي زينته اي وزنه يدل على ذلك. فوزن فعلان ايها الاخوه يدل على السعه والشمول، يدل على السعه والشمول والامتلاء. نقول غرفان ونقول عكسها شبعان، عكس غرفان طبعا، غرفان يعني جوعان ذبح الجوع بالمره فارغ، غرفان وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، من قول حسان في امنا عائشه رضي الله عنهما وارضاهما، وتصبح غرثا حصان رزان ما تزن بريبه، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، غرثان ملآن شبعان ريان مرتوي بالماء ريان عطشان غضبان عجلان عريان، نحن نسميه عريان بالعاميه عريان لا عريان. ولذلك لا يقال عريان لمن كان عليه خلق ثوب، خلق ثوب ولو حتى حته ثوب هيك صغيره لا نقول عنه ايش عريان، ماذا نقول عنه؟ عارٍ. ولا نقول عريان الا ايه؟ الا اذا كان بلا اي شيء، كما خلقتني يا مولاي كما يقال، هذا باي شيء يقال ايش؟ عريان. فهمتم كيف؟ فتدل على ايش؟ على السعه والشمول والامتلاء. هذه الزنا، هذه الزنا وهذا الوزن، فعلان، هذه واحده. واما فعيل فاحيانا تاتي بمعنى فاعل، واحيانا تاتي بمعنى مفعول وليس في هذا كبير مبالغه كما قال الصرفيون. كيف؟ يعني فعيل بمعنى فاعل، مثل سميع بمعنى سامع، سميع أي سامع يعني فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، تقول إيه وجدت قتيلا، يعني إيش قتيلا؟ يعني مقتولا، ويستوي فيه إيش؟ المذكر والمؤنث، امرأة قتيل ورجل قتيل، يعني مقتول ومقتولة. فهذا ليس فيه كبير مبالغة، على الضد من إيش؟ من فعلان، هذه واحدة. ثانيا، القاعدة المعروفة أيها الإخوة أنه كلما زادت حروف الكلمة فإنه إيه؟ يزداد المعنى، دل ذلك على زيادة المعنى، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى كما يقول إيه العلماء. وحروف الرحمن أزيد من حروف إيش؟ الرحيم. إذن هي أبلغ، إذن هي أبلغ. طب ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ قال الجمهور، جمهور علماء أهل السنة، قالوا الرحمن هو المنعم بجلائل النعم وعظائمها وأصولها. يعني مثلا الآن أنتم تعلمون أن النعم، كل النعم أصول وفروع، أليس كذلك؟ من أصول النعم الصحة، من أصول النعم الصحة، هذا أصل من إيه؟ من أصول النعم، وله فروع كثيرة، وله فروع كثيرة. صحة الأعضاء على الانفراد من فروع إيش؟ من فروع الصحة، وهكذا. على كل حال وقص على ذلك بقية النعم. فالمنعم بجلائل النعم وعظائمها وأصولها هو الرحمن، والمنعم بدقائق وخفي النعم هو ايه؟ الرحيم. هذا قول. قول اخر، الرحمن اعم واشمل من الرحيم. الرحمن في الدنيا والاخره، الرحمن هو رحمن في الدنيا والاخره، الرحمن رحمن بالمؤمنين وبالكافرين، بكل عباده اجمعين. صحيح طبعا، لو لم يكن رحمانا تبارك وتعالى بالكافرين لاهلكهم في الدنيا ولا عاجلهم بالعقوبه، ولولا كلمه سبقت ايه من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ما هذه الكلمة التي سبقت من ربك؟ اليوم ذكرتها، إن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي. الله يقول لولا هذه الكلمة ما في كافر يمهل حتى لحظة واحدة مباشرة، الحساب في الدنيا ينتهي كل شيء. لكن ربنا قال لا، رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت، فهو ينظرهم ويؤخرهم. هذا تفسير طبعا من تفسيرات، لكن هو تفسير قوي بحمد الله تعالى لهذه الكلمة التي سبقت إيه من رب العالمين، لا إله إلا هو، إن رحمتي سبقت غضبي. طيب، فالرحمن كما قلنا إيه؟ بالمؤمن وبالكافر، وهذا صحيح. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال ربنا إيه؟ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طبعا من الرحمة إيش؟ الإنعام بالأرزاق، أليس كذلك؟
من وجوه رحمة الله. طبعا وجوه رحمة الله كثيرة جدا جدا، تحتاج إلى محاضرات، نحتاج إلى محاضرات ولم نخوض فيها، كثيرة جدا جدا، وتستطيع أنت أن تصل إليها بنفسك بمطالعة واستقراء آيات الكتاب العزيز. حاول أن تقرأ كل مورد فيه إيش كلمة رحمة أو مشتقاتها أو مشتقاتها، وسوف تعرف مجال ومظاهر رحمة الله كثيرة جدا جدا. خلق الكون من رحمة الله، بالرحمة خلق الكون طبعا. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ ما في، هذا خلق الرحمن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن هو الرحمن لأنه خلق هذه الأشياء، هذا من رحمة الله. إقامة القيامة من رحمة الله، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذا من رحمته. لماذا؟ كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم لا ريب فيه، هذا الجمع من رحمة الله طبعا، حتى يجازى كل إنسان بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا إيه فشر، هذا من رحمة الله. وهكذا رحمة الله كثيرة جدا جدا، يعني حتى خلق الجنة والنار من رحمة الله، انظروا من رحمة الله، وخلق الدنيا وخلق الإنسان من رحمة الله، تعليم الإنسان، إعداد الإنسان، هذا الإعداد العجيب من رحمة الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هذا من رحمة الله. مظاهر رحمة الله، سوق السحاب، إنزال المطر، أشياء كثيرة جدا جدا لن نخوض فيها، يعني يمكن كما قلت بالاستقراء أن يعود إليها كل واحد منكم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب قال ومن كفر، إبراهيم يقول أرزق أرزق بهذه إيش الثمار والأنعام فقط المؤمنين يا رب. الله قال له لا يا إبراهيم، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال له حتى الكفار. ويروى القصة المعروفة جدا عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه استضافه رجل كافر، قيل كان من عبدة النار، قيل كان من عبدة لا يعنينا، المهم رجل كافر استضافه، يعني طلب إيش الضيافة والقراء، طلب الضيافة والقراء. وإبراهيم يعني عرف أو علم أنه من عبدة النار أو أنهم من المشركين، فقال له لا حتى تغير دينك. أطعم إنسان كافر ملحد بالله، فقال لا أفعل. فمر الرجل، شو مر يعني انطلق، يقال مر ذهب. فمر الرجل فأوحى الله له أي يا إبراهيم أبيت أن تضيف عبدا من عبادي وأنا أرزقه على كفره 70 سنة؟ قال هذا من 70 سنة كافر، كبير في السن، وأنا أرزقه على كفره، وأبيت أني تضيفه ليلة؟ ماذا كان عليك لو أضفته ليلة؟ فعاد إبراهيم في أثره عليه السلام. وإبراهيم كان معروف من أكرم الأنبياء، كان يدعى ويكنى بأبي الضيفان، الضيفان يعني الضيوف، جمع ضيف، ضيف وضيوف، وضيف اسم جنس، نقول حتى الضيف اسم جنس وضيفان، بأبي الضيفان عليه السلام. فعاد في أثره حتى أدركه وقاله عد وانزل علي على الرحب والسعة. قال لماذا؟ ما الذي طرأ؟ أخبرني. فأخبره بأن الله عتب عليه لأجل أنه طرده لكفره وأراده على تغيير دينه، فقال أشهد أن هذا الإله حق، وأسلم الرجل طبعا. ولذلك روى الإمام الطبراني على ما أذكر إن شاء الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد رضي هذا الدين لنفسه، وهذا الدين لا يصلحه إلا الكرم وسخاوة الأنفس. شفتوا؟ من أكبر أبواب الدعوة الكرم وسخاوة النفس. ما يكون إنسان مسلم لك أنا داعي الله وإنسان بخيل كذاب، ما ينفع، لازم يكون عنده سخاء نفس وكرم. ولذلك لا يوجد نبي بخيل، مستحيل في نبي بخيل، كل الأنبياء هم أكرم خلق الله، والنبي هو أكرمهم. والنبي حين سئل من أكرم الأكرمين، من أجود الأجودين، لهم الله تبارك وتعالى، الله هو أجود الأجودين، ثم أنا، مش عدي بن حاتم، لا، ولا فلان ولا أبدا، ثم عالم علم علما فعلمه الناس، أجود الأجودين بعد رسول الله. هذا شفتوا؟ يعني معناها بعد رسول الله في عندنا ناس عندها أموال تعطي، وفي ناس علماء تعلم. النبي قال لا، العالم هذا أجود، أجود من أي جواد. طبعا لأن الذي يعلم الناس الجود والشجاعة والجهاد والعفة والكرم والسخاء والتسامح والحلم والصبر ومحامد الأخلاق هم من؟ العلماء. ما في العلماء حياة للناس كالمطر حياة للأرض. المهم فهذا هو أجود الأجودين بعد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. فالله تبارك وتعالى رحيم، رحمن، عفوا، الرحمن بكل عباده، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم. طيب وأما الرحيم قيل هو رحيم في الآخرة ورحيم بالمؤمنين على وجه الخصوص، إن في الدنيا أو في الآخرة، لقوله وكان بالمؤمنين رحيما بالمؤمنين، وما قال ولم يقل وكان رحيما بالمؤمنين، قدم قال وكان بالمؤمنين، يعني وحدهم فقط مش بالكافرين، لا هو رحيم بس بالمؤمنين،
وكان بالمؤمنين رحيما. إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم. على كل حال، هذه وجوه التفرقة التي يمكن أن نقع عليها، أو هي معظمها في كتب الأقدمين، إلا أنني من باب إحقاق الحق والشهادة به قرأت الأستاذ الإمام محمد عبد رحمة الله تعالى عليه، ومنذ مدة الحمد لله، في تفسيره تفسير المنار تفرقة غاية في الإبداع والدقة. سبحان الله، فعلا يبدو أن الله عز وجل يأبى إلا أن يترك أيضا إيش للأواخر أو للآخرين ما لم إيه ما لم يوفق إليه ويهدى إليه المتقدمون. وهذا شيء عجيب، يعني هذا العالم المتأخر، يعني مات 1905 في أول القرن العشرين، اهتدى إلى وجه في التفرق بين الرحمن والرحيم لم يهتدي إليه معظم السابقين من الأمة والعلماء والنحويين والصرفيين والمفسرين، ولم يرفض كل هذه الوجوه. محمد عبده ماذا قال؟ هو كان رجلا طبعا يعني أثبت في النحو والصرف وعلومه العربية، أثبت منه في علوم الدين طبعا، يعني في الحديث وكذا والفقه وصول الفقه كان أضعف، لكن في علوم اللغة بالذات أثبت بكثير كان رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو السر أنه وفق إلى هذا الوجه. قال محمد عبده رحمة الله تعالى عليه بالتأمل في لغة العرب وأساليبها يبين لنا أن هذه الزنا، يعني هذا الوزن فعلان، إنما هو وصف فعلي للعارض من الصفات، وهذا صحيح، ليس للصفات الثابتة، ليس للصفات النحائزية بتكون إيه بالجبلة أو الغريزة أبدا، إنما للصفات العارضة، يعني الشبع والجوع والري والغضب والعري وأمثال هذه، عارضة أو ثابتة؟ عارضة، صحيح، شبعان، ريان، غرثان، جوعان، عجلان، عريان، كلها صفات عارضة، هذه واحدة. وأما فعيل فبالضد من ذلك، يدل على الصفات إيش؟ الثابتة، تدل على الثبات والدوام، كحليم وعليم ورحيم وما إلى ذلك. عجيب، مدخل ذكي جدا جدا، مدخل لغوي صرفي. إذن يقول محمد عبد رحمة الله تعالى عليه، فأنا أرى أن الرحمن تدل على إيه؟ على ما أشبه ما يكون بصفة الفعل، الرحمة التي يرحم بها الله عباده. لكن هذه الرحمة إذا سمعها العربي القح الصرف بزينة، إحنا ما عارفين حاجة، العربي الأصلي الذي نزل عليه القرآن الكريم يسمع بسم الله الرحمن يطمئن قليلا، ولكن يوجل في نفس الوقت، رحمن يرحمني، لكن قد تنقطع الرحمة. شفت؟ لأنه رحمن، هذه صفات عارضة، ممكن يرحمني اليوم بس أنا سنتين بعدين يقطع رحمته عني، ممكن رحمة عارضة، بخاف بطمئن ويخاف في نفس الوقت. فجاءت إيه الكلمة الثانية، الاسم الثاني، لكي إيش؟ لكي يفرخ إيه روعه ويقر قراره ويعطي السكينة والطمأنية الإيمانية. قالوا لا، هو الرحمن وفي نفس الوقت أيضا الرحيم. الرحيم رحمة ثابتة، وهذه الرحمة تمتح إيش من معين رحمته الثابتة، لا إله إلا هو. وهذه تفرق من أبدع ما يقول. لكن علق عليه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه بقوله، وسبقه إلى نحو من هذا المعنى الشيخ العلامة ابن قيم الجوزية. نحن نسميه ابن قيم الجوزية، هو في الحقيقة الأحسن أن يقال إيش ابن قيم الجوزية بالإضافة. لماذا؟ لأن أباه كان قيما على مدرسة تعرف بالمدرسة الجوزية بالضم، فأبوه هو قيم الجوزية وهو ابن قيم الجوزية. هم يقولوا ابن قيم الجوزية هكذا، يعني مهم، يعني خطأ شائع. طيب، الإمام الشيخ العلامة أبو محمد شمس الدين ابن قيم الجوزية، عارفين أنتم، تلميذ ابن تيمية، أخص تلاميذ التقي ابن تيمية، متوفى ابن قيم 752 تقريبا. نعم، فابن قيم رحمة الله تعالى عليه قال، لكن على الضد من كلام محمد عبده، على نحوه لكن بالضد عاكس، قال الرحمن تدل على إيش؟ على صفة ذات، والرحيم على صفة فعل. الرحيم على صفة فعل، عكس كلام محمد عبده، لكن فرق بينهما بنفس التفرقة. شوف، صفة ذات، صفة فعل. وكيف استدل على ذلك ابن القيم رحمة الله عليه؟ استدل بأنه وجد أن الله تبارك وتعالى في موضعين قال وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى إنه بهم رحمن، أو هو بهم إيه رحمن، أو كان بهم رحمانا، ما في، مما يدل على أن الرحمن هو أصل الرحمة الوصف الثابت، وأن الرحيم يدل على ماذا؟ على الرحمة التي يرحم بها الله عباده. واستجاد هذا واستروح إليه رشيد رضا وقال وهو قوي، يعني أحسن حتى من كلام محمد عبده. لماذا؟ لأن الآيتين تشهدان له، وإن كان الصرف يشهد مين؟
لمحمد عبده، والله أعلم بحقيقة ذلك. ما حظ العبد المسلم والأمة أو الأخت المسلمة من هذا الاسم؟ واضح الحظ أيها الإخوة أن نتخلق بخلق الرحمة قدر ما نستطيع، حتى قال شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي قدس الله سره: حظ المؤمن الموحد من اسم الله الرحمن ألا يدع غافلا ولا يدع شاردا إلا حاول دلالته وهدايته باللطف والرفق لا بالعنف، حتى يصل إلى مقام يرى في ذنوب الخلق جميعهم ذنبا ذنبا له، يرى في ذنوب الخلق جميعا ذنبا له، يعني ذنوبا منه وله. قال هذا خلق حظ المؤمن من خلق الرحمن أو من اسم الرحمن. إذن أهم ما ينبغي على المؤمن يتخلق به ما هو استنقاذ عباد الله من النيران، هذه الرحمة الحقيقية. أعظم ما ترحم به عباد الله وإيش؟ أن تستنقذهم من نار جهنم، قبل أن ترحمهم بإعطاء المال ها أو بالبسمة الحانية أو بإعطاء الدواء، لا قبل. قال أبو حامد: وأما يحظه من اسم الله الرحيم فألا يدع فقيرا ولا محتاجا ولا معوزا إلا سد خلته بقدر ما يستطيع. قال: فإن لم يكن عنده ما يسد به الخلة والعوز لم يخله من دعوة صالحة. ما عندي ما أستطيع، فأدعو له بظهر الغيب، أدعو الله أن يوسع على هذا العبد، على هذا الأخ، على هذه الأخت، هذه من الرحمة. طبعا يعني هذان يعني أشبه بأن يكون مثالين، وطبعا التمثيل يمكن أن يتحقق إن شاء الله بغير هذين المثالين بأمثلة كثيرة جدا جدا، لكن خلق الرحمة بلا شك أيها الإخوة من أخص أخلاق المؤمنين، من أخص أخلاق المؤمنين. من الصعب جدا أن يكون المؤمن قاسيا عاتيا جافيا، المؤمن رحيم ورقيق، كيف يكون المؤمن قاسيا جافيا وهو كل مرة حين يصلي ويخاطب ربه إنما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم كل يوم كم مرة؟ صعب جدا أن يكون قاسيا، إلا إذا كان لا يستفيد من صلاته شيئا، لا يستفيد من صلاته شيئا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: من لا يرحم الناس لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما تنزع الرحمة من شقي، أو لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الإنسان الشقي والعياذ بالله المعثر المدعوس هو الذي ينزع الله الرحمة منه، الرحمة بكل مجاليها بكل معانيها، معاني كثيرة جدا جدا، حتى حبك لابنك من الرحمة، إيثارك ابنك على نفسك بتمرة بشيء بأكل بشرب هذا من الرحمة، أن يلبس هو وأن تعرى أنت أحيانا أو لا تلبس مثلما يلبس هذا من الرحمة وتجزى عليه. وأنتم تعلمون حديث عائشة وهو في الصحيح في البخاري، عائشة أتتها جارية امرأة غلبانة كذا وعندها ابنتان جاريتان لها يعني بنتان، فعائشة أعطتهم أو أعطتهن ثلاث تمرات، فأخذت الأم تمرة وأعطت كل من ابنتيها تمرة لكل، فأكلت الابنتان التمرتين، ويبدو أن هذه السيدة أو المرأة كانت مشغولة بالكلام مع أم المؤمنين عائشة. ثم بعد ذلك أخذت تمرتها تمرت نفسها فشقتها باثنتين أو باثنين وأعطت كل من ابنتيها. يعني هذا الخلق وهذا التصرف أعجب أمنا عائشة، بحب هذه الأشياء، هذا خلق طيب هذا. فأخبرت الرسول بذلك فقال: هي في الجنة لهذا لفعلها هذا، الله أدخلها الجنة بها. وهذا في صحيح البخاري، هذا عجيب، تدخل الجنة لأنها يعني حنت على ابنتيها وأعطتهم، الحمد لله، يعني أكثر وإن شاء الله نفعل أكثر من ذلك، الحمد لله، هذا شيء طيب جدا جدا، الرحمة أن نرحم أولادنا. لكن انتبهوا، بعض المسلمين نعم يقول لك: أوه أنا ما أخافش علي، عندي هذا كثير، أنا عندي رحمة عجيبة على أولادي. لكن هل ترحم أيتام المسلمين؟ يعني لا يعنيني. ولكن النبي قال لا، النبي قال: ليست برحمة أحدكم أهله، مش هذه الرحمة اللي أنا بدي إياها، إنما برحمة أحدكم العامة، أخرجه الطبراني. مش ترحم فقط أهلك وكذا، ترحم كل المسلمين، عامة الناس الموحدين، هذه هي. وترحم أهلك طبعا أولا والأقربون أولا المعروف، لكن مش تكون أناني الحكاية تقولي رحمة بس تصبح أنانية، لا، أنا أرحم أهلي وعندي رحمة أيضا تفيض على على كل من حولي من من إخواني في الملة والدين إن شاء الله تعالى، وحتى الحيوانات وأحيانا الكافرين أيضا، الرحمة واسعة جدا إن شاء الله تعالى. المهم، جاء مرة الأقرع ابن حابس التميمي من بني تميم، عارفينه أحد المؤلفة قلوبهم، عباس بن برداس والأقرع بن حابس وعين بن حصن، هذا كانوا منافقين ومؤلف قلوبهم أشقياء، رجل بدوي هيك من بني تميم جلف قاسي، ورأى النبي، هذا في الصحيح في الشيخين بخاري ومسلم،
ورأى النبي يقبل الحسن ابن علي. شوف شوف الحنان النبوي شيء عجيب جدا. النبي يقطع الخطبة الجمعية، ينزع المنبر ويأخذ الحسن والحسين، أتيا في ثوبين أحمرين بردين أحمرين يعثران، فقال رأيت هذين الصبيين يعثران فلم أملك نفسي أن رحمتهما. قال هذه رحمة، ما قدرتش، قطع الخطبة. لما توفى إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي بكى. تعرفون العبارة المشهورة إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن إلى آخره. فجهاد ابن عبد الله الأنصاريين رضي الله تعالى عنهم وأرضهما قال يا رسول الله أتبكي؟ وأستغرب من هذا النبي رسول الله المتعلق بالله، هذا عبد الله الأكرم يبكي على فراغ ابنه طفل صغير سنة وست أشهر. فقال أتبكي يا رسول الله؟ قال وما لي لا أبكي يا جابر، إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه رحمة في القلب. طبعا لم نتسخط القدر، لم نتسخط القدر، لم نقل شيئا لا يرضي الله، لكن هذه رحمة. فهنيئا لرسول الله بهذا القلب الكبير، هنيئا لرسول الله بهذا القلب الكبير عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة. وهذا قسط عظيم جدا من رحمة الله التي أرسلها الله في أرضه. أنتم تعلمون الحديث الذي في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن الله تبارك وتعالى خلق الرحمة فجعلها 100 جزء، يعني 100 رحمة. في لفظ البخاري فأرسل في الأرض، أي أنزل وترك، فأرسل في الأرض رحمة واحدة واحتبس كم؟ 99 رحمة. في رواية أخرى يرحم بها عباده يوم القيامة. لا إله إلا الله، والله شيء ممتاز، فعلا شيء مطمئن الحمد لله. البخاري زاد، هذا عند مسلم البخاري، البخاري زاد إيش هذه الزيادة؟ قال عليه الصلاة والسلام بعدها بزيادة، قال عليه الصلاة والسلام فلو يعلم الكافر الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. بظل وهو كافر بظل عنده عمل في الجنة، مع أنه ما عندهش عمل طبعا، مستحيل أن الله حرم عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لكن لو هو يتصور قديش هذه الرحمة بظل يطمع في الجنة وهو كافر. ولو يعلم المسلم ما عند الله من العذاب، ما عند الله من العذاب لم يطمع في الجنة أو لم يأمن من النار، وخلص أنا أكيد من أهل النار أكيد لو يعلم ما عند الله من العذاب. كان الولي الصالح الرجل العارف بالله يحيى ابن معاذ الرازي رضي الله عنه وأرضاه يقول إلهي كيف لا نستغفرك وكيف لا نرجو رحمتك وقد ادخرت 99 رحمة لنا، كيف لا نرجو؟ عندنا أمل كبير في رحمتك لأنه في عندك 99 رحمة، ونحن نرى مظاهر رحمة واحدة في الأرض، كيف هي رحمة عظيمة جدا جدا. لما توفي أبو حمزة أنس ابن مالك صاحب رسول الله وقد عمر طويلة كما تعلمون رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أنس لما توفي كان يضحك مبسوط وهو يناهي مبسوط، فقالوا يعني مش ألا تخاف أنت قاعد تموت مبسوط جدا، مبسوط الرجل كان صحابي جاي ما شاء الله عليه. فقال ما أدري ما أقول لكم، إيش بتقول لكم والله ما عارف، ولكن أقول لكم إنكم ستعاينون من رحمة الله ومغفرته ما لم يخطر على قلب بشر. السلام عليكم. مات ختم حياته هيك، قدس الله سره. شوف صحابي عنده ثقة، ويبدو أنه عاين من رحمة الله شيء كبير، لما كان ينزع عاين، هو عاين من رحمة الله شيء كبيرا، لكن هو يضحك مسرورا محبورا. فهم لا أدري ما أقول لكم، لكن بقول لكم هذه الكلمة، سوف تعاينون من رحمة الله ما لم يخطر على قلب بشر بلا شك. كان عمر بن عبد العزيز إذا انقضى شهر رمضان قدس الله سره الكريم، هذا الخليفة الراشد الخامس، وخرج إلى مصلى العيد يدعو أمام الناس عشان يستحفظ وتعلم، يقول اللهم إني أسألك أن ترحمني وتغفر لي، اللهم إني أسألك أن ترحمني وتغفر لي، فإنك قد قلت إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن لم أستوجب ذلك فأسألك أيضا رحمتك لأنني من الصائمين، يعني كنت من الصائمين لسا امبارح كنا صائمين، وأنت قلت والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فإن لم أستحق ذلك فأنا من المؤمنين، وأنت قد قلت وعز قولك وكان بالمؤمنين رحيما، فإن لم أستأهل ذلك فأنا أرجو رحمتك لأنني شيء وأنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء، فإن لم أستحق ذلك فأنا أيضا أرجو رحمتك لأنني مصاب، أنا عندي مصيبة، وأنت قلت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر، شيء يخشعر له البدن. كيف تتلطف هذا التلطف في استخراج هذا المعنى اللطيف؟
يعني ما في قال له مرحوم مرحوم أنا إن شاء الله. شوف طبعا هذا فهم عن الله، تفقه في القرآن، هذا المعرفة في القرآن الكريم. ما في يعني من أين إيش أتيت سأرحم إن شاء الله تعالى، حتى لو لم ترحمني فأنا سأرحم لأنني مصاب، أنا وقعت في مصيبة معناها، فأخذت رحمة الله فأنا مصاب، سأصبر إن شاء الله وأتحوقل وأقول إن الله وإنا راجعون، وسترحمني إن شاء الله لأنني مصاب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هي الرحمة العامة أيها الإخوة، رحمة لكل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا تعلمون إيه، حتى رحمة إيش، رحمة الحيوان. دخلت الامرأة النار إيش في هرة، إنها لم ترحمها، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض هي الهوام والحشرات، صراصير وفئران، تسمى إيش الخشاش، خشاش الأرض. في المقابل دخل إيه الجنة رجل، صور، وفي رواية امرأة بغي، في الصحيح أيضا في رواية رجل وفي رواية امرأة وكانت بغيا، يعني تتاجر ببضعها والعياذ بالله، تتاجر بشرفها. نسأل الله الستر والحفظ والتوفيق لجميع إخواننا وأخواتنا، لأن العفة مطلوبة من الجانبين طبعا، من الأخوات والإخوة أيضا، من الكل، والعفة شيء مهم. طيب، فهذه المرأة البغي، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح، كلاهما في الصحيحين، يعني كان إيه هذا الرجل أجهده العطش، فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج رأى كلبا يسعى يلهث يأكل الثرى ويحس الثرى بلسانه، قال لقد أدرك هذا الكلب من العطش مثل الذي أدركني، حسن قريبي عهدي بهذه المحنة، العطش الشديد، فنزع خفيه. المرأة البغي في رواية نزعت موقيها، يعني مثل إيه الجرابين هيك الغلاظ، الموق يسمى إيه الموق، نزعت موقيها، والرجل نزع خفيه. وغير بعيد أن تكون قصة تعددت، مرأة ورصة، لأن القصتين في الصحيح في الصحيحين، يعني مرة لرجل ومرة إيه لبغي. المهم سقاه الرجل وسقته البغي، يقول عليه الصلاة والسلام فشكر الله له فغفر له، وأما البغي فقال فغفر لها، هكذا بالبناء المجهول، فغفر لها بغي بها. فأين كما قال أحد العارفين، فأين الكلب من المسلم؟ هذه رحمة كلبا، كيف لو رحمت مسلما أنت وعملت هذا لوجه الله، احتسابا لوجه الله، تأتيك رحمة إلهية كبيرة إن شاء الله ومغفرة عظيمة. يقول عبد الله بن جعفر فيما رواه أبو داود في السنن، يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأسر إلي سر المهم، ثم دخل بعد ذلك حائطا للأنصار. طبعا سياق الحديث يفهم أنه أراد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، دخل حائطا. الحائط هو البستان أيها الإخوة، الحائط هو البستان، لكن إذا كان له سور، إذا كان له سور يسمى إيش؟ يسمى حائطا. دخل حائطا إيه من حوائط الأنصار، فاعترضه جمل، فلما رأى الرسول هذا الجمل حن وبدأ إيه يخرج إيه صوتا هكذا فيه حزن وفيه تألم، فأقبل النبي عليه ومسح ذفريه، الذفرى ويثنى عليه ذفريان أيها الإخوة، هو يعني في المؤخر في الجمل المكان الذي يطلى بالقار بالقطران حين إيش يأخذ الجرب في الجمل. المهم فمسح النبي إيش ذفريه بيديه، فسكن البعير سكن. فقال النبي من صاحب هذا البعير؟ لمن هذا البعير؟ فأقبل غلام الأنصار وقال رسول الله إنه لي بعير. قال أما اتخذت الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ لقد شكى إلي. أجل النبي يبكي ويحن هو، والنبي فهم لغته طبعا، فسليمان أوتي منطق الطير وكذا، والرسول أوتي كل منطق كل الحيوانات، إذا الجماد سبح في يده كان يعرف كل شيء هذه الأشياء. فقال لقد شكى إلي أنك تجيعه وتدعبه، أنك تجيعه وتدعبه، عجيب. ثم إيه؟ ثم أخبره أن من لا يرحم لا يرحم، حتى البهائم لو لم ترحم لا يرحمك الله. روى أبو داود أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال كنا في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب النبي في حاجة له مشوار صغير، قال فرأينا حمرة ومعها فرخاها، فأخذنا فرخيها، حمرة طائر صغير معروف، فأخذنا إيه تسمى حد الآن الحمرة، نسميها الحمرة، فأخذنا إيه فرخيها، فأقبلت الحمرة وجعلت تعرش، تعريش الطير هو إيش ضربه بجناحي ليسقط على الأرض ولكن لا يسقط، يعني هكذا يكون في الهواء وقريبا إيه من الأرض، اسمه التعريش معروف، وهذا أكثر ما يكون إيش إذا أراد أن يدفع عن إيه عن فراخه، يظل إيه يعرش الطائر. فأقبلت الحمرة تعرش،
وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد أقبل فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. عرف مباشرة النبي، عرف أنها مفجوعة بولدها، فردوا عليها إيه؟ ولدها. ممنوع. قال: ثم رأى قرية من النمل قد حرقناها، حرقين هيك قرية من النمل، فقال: من حرق هذه القرية؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب النار إلا رب النار. هكذا قال، طبعا في الصحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار، هو قال إنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب النار إلا رب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستنقذنا وإياكم وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات من نار جهنم بفضله ومنه وكرمه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.